مرحبا بكم خوتنا، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ننصحكم باش تتابعوا معنا الفيديو حتى ما تراطوش خوتنا، غادي تشبعوا بالضحك على الناس اللي هو جوارينا اللي هوك هبلوا خوتنا. يعني راهم يقارنوا القوه تاعهم الجيش تاعهم اللي دخلها بوسوركع مع القوات الخاصه الجزائريه، وايضا العياشي قال لك باللي القوات الخاصه الجزائريه الاستعراض تاعهم قلدوا به الجيش تاع زريبه الطاكوس، يعني قال لك باللي قلدناهم مره اخرى ايضا. المهم غير كثرونا من لك تعليقات، تابعوا معنا غادي نشوفوا الجيش تاعنا والجيش تاعهم خوتنا، غادي تشبعوا بالضحك خوتنا. كثرونا من لايك تعليقات، وصلونا الفيديو طلعوه، اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس. قبل ما نبداو نتمنى منكم كامل الاشتراك في القناه، يعني اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، وكثرونا من لايك تعليقات باش يطلع الفيديو يوصل، وتابعوا معنا خوتنا. بسم الله. قالك صباح النشاط والحيوية، صباح الخير عليكم خوتنا. المهم هذا جندي من عند الناس اللي هو ما راش عارف حتى يتمشى، وباغيين يقارنوهم بالجيش تاعنا، معلي زيدوا تبعوا. كادر خوتنا كما كنت تشوفوا، هادو هما الجيش القوات تاعهم راك فاهم، اللي غادي يحتلوا بهم العالم. المهم هذا الجندي ما راش عارف حتى يتمشى، وباغيين يقارنوهم بالقوات الخاصه تاعنا، يعني حتى اصدقائه اللي راهم معاه ما همش يتمشوا نيشا خوتنا. مشي هذه هي المشيه خوتنا، معليش لي لايك زيدوا تبعوا. حبيت نوريكم المقطع تاع القوات الخاصه تاعنا، يعني غادي نوريكم المقطع تاع القوات الخاصه تاعنا، ومن بعد غادي نوريكم القوات تاعهم. ما تقلقوش خوتنا، بس غادي تستمتعوا وغادي تضحكوا حتى ما تقدروش. تابعوا معنا. يا درا العياشي كحل كحل، يعني غير الشخصيه تاعهم يبانوا باللي قادرين لها، راك فاهم، يعني قادرين باش يحموا بلادهم، وقادرين باش يدافعوا على بلادهم، وقادرين باش يضحوا بنفوسهم على خاطر بلادهم. بصح غادي نوريك من بعد هذا المقطع، غادي نوريك القوات تاعك، وانت قول لي التعليقات اسكو يقدروا يدافعوا ولا لا. اي تبع معنا. القوات الخاصة الجزائرية وهذا الاستعراض راكم كامل شفتوا خوتنا، لكن في هذا الفيديو اليوم حبيت نعاود نوريكم هذا المقطع باش نوريكم العياشة واش راهم يديروا. يعني راهم يقارنوا بين القوات الخاصة تاعنا والقوات تاعهم، قال لك القوات تاعنا أفضل من تاوع الجزائر، وقال لك باللي الجزائر قلدتنا في الاستعراض العسكري اللي دارته. أيا نوريكم الآن القوات الخاصة تاعهم خوتنا. ما تضحكوش ديرك، غير بشوية، غير بشوية عليكم، غادي إلا بديتو تضحكو ما غاديش تكملو الفيديو، غير بشوية عليكم وتابعوا معنا. يا درا خوتنا قال لك هادو لبؤات الأطلس، كاين أسبوعات على الأطلس دوك نوريهم لكم، يعني فيران، وهادو لبؤات، هادو ما على باليش نسميهم جربوعات ولا ما رانيش عارف، أعطوني اسم في تعليقات خوتنا. المهم ما تستغلوش الصوت، لأن الصوت راه مخلط شوية، بصح تبعوا لي الحرد العسكري. الاستعراض العسكري تاع لبؤات الاطلس يتبعوا. الحاجه الاولى راهم يبصوا، راهم مش يتمشوا، يعني هذه ماشي مشيه تاع الجيش خوتنا. الحاجه الثانيه على راهم كاشين هنا، ما راهم رافدين سلاح ما والو، كاشين صدوراتهم هكا ويرقصوا بهم ولا كيف يا خوتنا؟ ها فهمونا فهمونا تعليق، زيدوا تبعوا زيدوا. يا درا خوتنا لبؤات تاع بصح، قال لك لبؤات الاطلس، قال لك حنايا الجيش تاعنا قوة خاصة في الاستعراض تاعهم سرقناه من عندهم، يعني قلدناهم كما من قبل، قال لك باللي تبون قلد ميميسيس في الاستقبال تاع ماكرو، قال لك تبون في الاستعراض العسكري من كان جايب الخوي وقلد ميميسيس. معليش خوتنا كثرونا من التعليقات، غادي نوريكم الان فوق القوات الخاصه الجزائريه وتحت القوات لبؤات الاطلس، يتبعوا معنا باش تقارنوا نتوما، باش تقارنوا تبعوا معنا.
منيتك العياشي ها باغي يجيب هادو لهادو راك منيتك ها انا درت لك فيديوهات للزوج باش تقارن براحتك ها باغي يجيب الرجال شوف غير شخصيتي عايبان بلي عموش طاش قد يجيبها لي مع لابو اد قال لك ابو اد يرقصوا ماشي يتمشوا يرقصوا هذه ماشي عسكر لا حول ولا قوة الا بالله قلت لكم ما تضحكوش مع البدية مازال فيديو طويل كثروا لنا من لايك التعليقات طلعوا لنا الفيديو ما تخليش تطيحوا وتابعوا معنا المهم قال لك عودة قوة السناقلة عند ذريبة طاكوس راكم تشوفوا هادو هما ايضا الجيش تاعهم يعني عندهم الجيش الملكي الجيش السنغولي راك فاهم هذا العرض عندهم يعني في المغرب خوتنا كثرونا من التعليقات وزيدوا تبعوا الله الوطن الملك مهم في الاولى شفتوا خوتنا هادو قال لك اسود الاطلس شعارنا الله الوطن ميميسيس راك فاهم هذا العسكري اللي راه طالع فوق هذا السلوم على غبنتوه مسكين عليه غبنتوه والله لا شوفوا يطلع سيمانه يهبط سيمانه جايه خوتنا تبعوا قلتلكم يطلع السيمانه هذه يهبط سيمانه زوجها يعني يطلع هو في السلوم بلاده يدخلوا يحتلوها يهبط مور احتلال خاوتنا هذا هما اسود الاطلس راك فاهم زيد تبع زيد هذا الصديق تاعه شوفوا الصديق تاعه يعني شوفوا الاحتراف خوتي كنت غلط يعني قلت لكم سيمانه هي نورمالمون شهر يطلع الشهر هذا يهبط الشهر الجاي على حساب هذه القفزه خوتنا يعني يا يطيح مكروض يا يطيح راك فاهم ما ينوضش المهم هذا هما القوات تاعهم راك فاهم يعني اللي غادي يحتلوا بها الجزائر قال لك اسود الاطلس كثرونا من التعليقات ماهيش باغي نكثر في الهضره خوتنا لي لايك تعليقات وزيدوا تبعوا احتلونا خوتنا ما عندنا ما نديرو غدا ولا بعد غادي يدخلوا للجزائر خوتنا راكم تشوفوا الدبابات والكرطونيه جاتكم وقعدوا يضحكوا على الاستعراض تاع الجزائر وينتقدوا فيه وما عندهم كراطين ماشي دبابات زيدوا تبعوا زيدوا سمع النور كنت قادر ادير الاستعراض بالخرطوم ويضحكوا على السلاح تاع الجزائر ويقولوا الفرده تاع الروس اما اللي غادي نهار تضرب الفرده تاع الروس غادي تولي تجري وتقول لها محمد السادس الله يجيبها لك اللي ديتنا البوليتيك اللي ما نجموهاش المهم كما شفتوا الرد مال عند خونا الجزائري ناني على جوارينا اللي هوك اللي راهم عايشين فاهم عايشين مع سيدهم بالخامس والقمر مازال ما دخلوش عند ميميسيس يعني احنا رانا حاسبينهم راهم عايشين مع ميميسيس مي راهم يبوسوا ويقولوا عاش بصح هما مازال راهم عايشين راك فاهم على بها راهم حاسبين دبابه تاع كرتون غادي يحتلوا بهم الجزائر كثرونا من التعليقات وزيدوا تبعوا ومازال ان شاء الله راني جايب لكم جديد على الناس اللي هوك القوات الخاصه تاعهم والعرض العسكري اللي داروه بعد ما شافوا الجزائر دارت عرض عسكري مناورات اللي داروها بالدبابه تاع كرتون وكامل طلعوا لنا الفيديو ودعموا لنا القناه وغادي تشبعوا بالضحك معنا زيدوا تبعوا خوتنا يعني هذا الجيش تاعهم حبيت نوريكم الجيش تاعهم واش راه يتكلم في التدريبه تاعو او كامل وغادي نوريكم الجيش تاع الجزائر يعني شوفوا الفرق اللي بين اسود الاطلس ورجال تاع بصاره فاهم القوة الخاصة وحوش الجزائر اي تبع سمعتوا قال لك صحراء انا زيدوا تبعوا هذا هو الشعار تاعهم يعني الاولى قال لك الصحراء مروكيه عاود قال لك الله الوطن الملك ميميسيس يعني هذا الجيش ما يحمي حتى حاجه من غير ميميسيس يحمي ميمي ما يحميش الوطن هذه هي اي معليش زيدوا تبعوا معنا تشوفوا الرجال تاع الجزائر الاسود تاع بصح ماشي اسود تاع بلاستيك اي تبعوا طيارات ها
غنفوت الله. شفتوا خاوتنا ولا ما شفتوش؟ وحوش على الجزائر، هادو هما الرجال اللي راهم حامين بلادنا، هادو هما اللي راهم ينتظروا فيكم في الحدود ديال العيشه. المهم كيما شفتوا خاوتنا، يعني هذا ماشي الفيديو تاع هذه الخطره في العهد العسكري، هذا العهد العسكري تاع ذكرى 60 بمناسبه عيد الاستقلال خاوتنا. المهم هذا العهد العسكري خاوتنا تاع القوات الخاصه، سمحتوا؟ يعني هذا شعار تاع القوات الخاصه، يا نغنوا على خاوتنا يا على بلادنا، هذا مكان بلادنا، فاهم؟ حنا ما نروحوش نبوسوا تحت ميميسيس ولا غيره، حنا نعرفوا بلادنا، اول حاجه عندنا بلادنا. لي لايك كثرونا من التعليقات وزيدوا تبعوا. شوف الشعب بحال الجيش دائما هاك. المهم حياش على بالي بلي ما فهمتش هذا اللي راه فايت عليك، نخليها لك سربرايز، يعني كاش من نهار طيح عليك كاش حاجه تعرف بلي هذا شنو هو اللي راه فايت عليك. يعني هذا اللي راك تشوف فيه ماشي سلاح تاع كرتون ولا دبابه تاع كرتون اللي كنتو دايرين بهم عرض عسكري. حنا كيبغوا نزعقوا في العرض العسكري ونجيبوا دبابه تاع بصح، ما نجيبوش كراطين حنايا، حنا عندنا غير الصح، ما عندناش المواقع، عندنا الواقع. رونا ملي التعليقات زيدوا تبعوا. المهم انا في الاخير تاع الفيديو تاعنا حبيت نذكركم بواش كان يقولوا العياشه، يعني العياشي من قبل، وراني عملت لكم فيديو حطيته في القناه خوتنا. يعني العياشه قال لك باللي هذا الاستقبال تاع ماكرو من طرف ميميسيس والخيول هذا وكامل سرقته الجزائر، يعني بعد ما شافوا الرئيس تاعنا في الاستعراض العسكري جاي بالسياره مع شنقريحه وسياره عسكريه، هذه اول رساله، وايضا مع الخيول كامل، قال لك لا الجزائر قلدتنا، الجزائر دارت هذا الشيء قبلكم يا العياشه، يعني 2020 كل عام نديروها، بانت لكم غير هذا العام. معليش كثرونا من التعليقات وتبعوا نوروهم تبون الزعيم مع شنقريحه الزعيم مين كانوا جايين والخيول، يعني هما يعرفوا غير الحمير في بلادهم، قال لك الجزائر قلدتنا. معليش غير بغيت نوصل لهم رساله عن طريق هذه المقاطع، يتبعوا معنا. رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي وبمواكبه فرسان الخياله لقياده الحرس الجمهوري بتفتيش القوات المشاركه في الاستعراض. بالتزامن مع ذلك قادر خوتنا الفرق باين كما شفتوا، يعني الرئيس تاعنا تبون ومعاه الخياله، ماشي كيما كانوا دايرين هما 10 تاع الخياله جايبينهم هي وقال لك باللي الجزائر قلدتنا. راكم تشوفوا شحال من خيل راه مع الرئيس تاعنا تبون، يعني واحد 40 خيل ولا جايين يتمشوا مع الرئيس تاعنا عمي تبون، ومن بعد يقول لك قلدونا، قال لك الجزائر قلدتنا، قلدت ميميسيس، ميميسيس روح استقبل ماكرو، الجزائر استدعت رئيس الصحراء الغربيه، رئيس موريتانيا، رئيس تونس، رئيس وزراء ليبيا، يعني كامل جاو. دول المغرب العربي راك فاهم بلا زريبة طاكوس، لأنها خاطية المغرب العربي راهي معزولة وحدها، يعني عندها غير المحمية تاعها، هذا مكان خوتنا. المهم كيما شفتوا معنا في هذا الفيديو خوتنا، العياشي قال لك باللي القوة تاعهم أفضل من القوات الخاصة تاع الجزائر، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية العياشي قال لك باللي الجزائر من داروا الاستعراض تاع القوات الخاصة تاعهم قلدوا راك فاهم القوة تاعهم لابؤات تاعهم والسبوعة تاعهم باش اسبوع الله اعلم، كيما قال لك عاشني متهلي باش الله اعلم. المهم راني جبت لهم الرد عليهم وكان الرد بقوه خوتنا، ونتمنى يكون عجبكم الرد، ومازال ان شاء الله كيما قلت لكم خوتنا غادي نوريكم المناورات اللي داروهم الناس اللي هوك بالدبابات تاع كراطي راك فاهم. المهم دعمونا القناه ودعمونا الفيديوهات ما تخليهمش يطيحوهم خوتنا، واصلوا معنا وراني مواصل معاكم، وان شاء الله دائما متعه
مع جوارينا اللي هوك. وبالنسبه للناس اللي راهم يقولوا لنا راك تهضروا بزاف في الفيديو كامل، ما عندناش حل وحده اخرى خوتنا، يعني كل ما نهدرش وكل ما نعلقش بهذه الطريقه غادي يطيحونا كامل الفيديو. وراني سي ندير بوسيب تاعي باش نقص من الهضره، بصح على غالب خوتنا. المهم كثرونا مليان في التعليقات، طلعوا لنا الفيديو عطونا رايكم في التعليقات وتهلونا في جوارينا، غادي تلقوهم بقوه خوتنا. اللي ما راهش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم فيديو جديد نحطهم في القناه. ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده. سلام.